قاعدي يساري جاي باغي يدخل عنوة، فقال له ودي باغي يدخلوا عنوة، ما عندنا شي حاجة اللي محبوسة، خلي باغي يدخلوا يدخلوا. فملي دخلوا أول ما دخلوا ما جاوا لا عندي هنا لا عند دكتور قصيبر لا عند الجهة المنظمة ولا شيء من هذا القبيل، إنما دخلوا كما يدخلوا يعني يعني قد الكلمة ليست فيها أدنى مبالغة، كما يدخل من لا ضابط له ولا شرع ولا قانون، يعني كنقولوا بالدرجة الشعبية يعني دخل الفيرما ديال البوه تيشوف وعن تتدار عن الطلبة. الكل أول كلمة تلفظ بها قال لهم ودي خرجوا من القاعة، واللي غادا تدوز ربع ساعة وما يخرج من القاعة ما يلوم إلا نفسه بالطريقة التهديدية. واحد من الطلبة من هذوك الشباب يعني إن كانوا من الطلبة يعني لعلهم كذلك بحسب ما قالوا، فجاء عندي واحد فيهم قلت ليه اسمي، قال لي أستاذ يعني بهذه العمارة، قال لي أستاذ راه ماشي شي حاجة يعني كذا عليك أنت ولا كذا، لكن هذه ظرفية ديال النضال وديال كذا إلى آخره. لا أذكر قلت له ولدي عب شوية بلا ما تغوت، أنا جالس حداك أنت جالس حدايا وقول لي شنو كاين. قال لي هذه الظرفية كذا وانتم الندوة دايرينها، قلت له ولدي راه الندوة مبرمجة منذ 4 أسابيع، فما توقعش أنه راه انتم داخلين في واحد الحركة نضالية، قد نتفقوا قد نختلفوا مع هذا موضوع آخر يناقش في 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 في, في ميدان آخر، أما انتم اللي كاين هو أنكم دابا راه كتشوشوا على واحد الندوة واحد الطريقة اللي هي ما صحيحاش وكذا إلى آخره. المهم أنهم ما سمعوش الكلام وناض الهراج إلى آخره، فقلنا نحبسوا الندوة حتى وطلب يعني راه ديال المنظمين والشباب اللي كان حاضر علينا يفوقهم بكثير، يعني لو مرت المسألة إلى المشادات بالأيدي لكان يعني لاندثر أمرهم، لكن طلب تصرفوا بحكمة جزاهم الله خيرا من المنظمة لهذا النشاط، فتصرفوا بحكمة وقال لك أودي احنا من الغرض عندنا ماشي أن نصير للعنف وكذا، احنا غادي نوقفوا النشاط. قلنا من نوقفوا النشاط ما عندناش إشكال، احنا الحمد لله نتاجر مع الله عز وجل، لا انتم الطلبة المنظمين ولا الأساتذة المحاضرين ولا الناس الحاضرين.